أتيت على ذكر المعارض وقلت أنه الناس حين تدخل معارضي، رغم أنه من المعروف عنك أنه جزء كبير من أعمالك يتم أو يعرض خارج صالات المغلقة، ولديك فلسفة خاصة في هذا الشأن تقول فيها في أنه الفن لا يجب أن يكون حبيس الصالات المغلقة، ومجرد أن دخل إلى صالات العرض سيتحول إما إلى تجارة أو إما إلى شيء آخر. فحدثني قليلا عن هذه الفكرة. لا، هو مش مسألة هجوم على الجاليري، مش مسألة تجارة، هي الموضوع بدأ من وانا انا نشأت في عيلة فيها فنانين، فكان فكرة انك تتكلم في الفن التشكيلي شيء معتاد في عيلتي، وبعدين رحت المدرسة زي اي طفل وبدأت اتكلم مع الاولاد اللي معايا في الفصل على الفن، فلقيت ان هو مفيش حوار، وبعدين عشت حياتي كلها اكتشفت ان كل الناس اللي في العالم، يعني معظم شعوب العالم، تكلم اي سواء تاكسي اي ميكانيكي يقول لك ايه انهي كتاب بيحبه وايه اكتر فيلم بيحبه، يعني اليوم في السينما، وايه اكتر مسرحية بيحبها، يعني اليوم في المسرح، وايه اكتر اغنية بيحبها، وبعدين تقول له طب بينتينج، يقول لك معلش يا باشمهندس انا ماليش في الفن التشكيلي. فده في حد ذاته يعني فكرة الفن التشكيلي من ايام المعابد بتاعت الاغريق والفراعنة متشاف على انه شيء بتاع الصفوة. فنوعا ما الفنانين والجاليريهات والديلرز والكوليكتورز بيحاولوا يحافظوا على حالة الصفوة، ان هي بالنسبة لهم هي اللي محافظة على الموضوع ومخليها زي الكافيار، مخليها غالي. انا عايز الفن يبقى زي الفول وفلافل، عايز يبقى ارخص حاجة في الدنيا، عشان لو كل واحد امتلك حتة فن في بيته حتى لو رخيصة، لو كل الناس حبت الفن، لو جابت فن تشكيلي زي ما بتجيب شريط كاسيت او سي دي، كل الفنانين هيقدروا يعيشوا، هيبقى ليهم شعبية، وهيبقى ليهم نجاح وفشل متأسس على اساس طبيعي اللي هو اختلاطه بالجمهور مش اختلاطه بالنقاد. ولكن إذا تحول الفن بفكرة الفول والفلافل هيدا قد يصيبنا بالتخمة. لا مش شرط، انت تعرف احنا بشكل عام ويفقد جمالية الندرة. بص انا يعني هتكلم كمصري دلوقتي، احنا عندنا مشاكل في مصر بسبب ان احنا عندنا cultural vacuum، واي ارتست اي فنان لازم يحاول على قد ما يقدر. احنا شغلتنا الفن، يعني انا لو دكتور كنت نزلت عليك للناس، لو مدرس كنت نزلت درست للناس، فعشان ابقى فنان لازم ما اقدرش انام بالليل الا لو كان ليا فانكشن اجتماعي، وظيفة اجتماعية. فاحنا في فترة محتاجين جدا للثقافة الجماهيرية، والثقافة الجماهيرية حتى ما كانت في فترة الخمسينيات والستينيات في مصر كانت مقصورة على المسرح. احنا انا بحاول امارس الفن التشكيلي كجزء من منظومة ثقافة جماهيرية جديدة في العالم كله مش في مصر بس، ان انت بتروح في اي حتة في العالم بتخش الجاليري، الشغل كويس الشغل مش كويس، في الحالتين بتلاقي هم الناس اللي بيروحوا المعارض كل مرة هم اللي بيروحوا، والناس اللي جاية بتكتب مقالات في الفن. انا عايز امي وخالتي والبقال وسواء الاوتوبيس يتفرجوا على فن. هناك بعض الفنانين الذين لهم باع في مجال الرسم في الشارع او على الجدران اتخذوا ايضا بعض المواقف العدائية تجاه صالات العرض والمتاحف المخضرمة. الفنان الامريكي بانكسي اقتحم اهم متاحف العالم واوصل رسالته بجرأة عن في هذا المجال، هل من الممكن ان تحذو نفس الحظ ذاتهم؟ لا، في فرق مختلف خالص. بانكسي حاله خاصه، اولا بانكسي انجليزي مش امريكاني، ثاني حاجه بانكسي اشتغل في الشارع لمده 15 سنه كماركتنج كامبين، بعد 15 سنه بدا يبيع اللوحات بتاعته لموفي ستارز في هوليوود ومليونيرات في لندن. بانكسي عمل 4 مليون جنيه استرليني في سنه واحده من بيع الكتاب بتاعه. فكل اللي انت بتشوفه من بانكسي في الشارع ده الحملة الانتخابية اللي بترفع سعر بانكسي، اوكي؟ واللي انا بحاول اتكلم فيه مش فكرة جرافيتي وستريت ارت. احنا عندنا في مصر لما واحد بيروح يحج من الفلاحين يرجع اليهم رسم له على البيت جمل وهرم وحج مبرور وزنب مخفور، هو ده الفن الشعبي بتاعنا اللي لازم يطلع. يعني احنا كمصريين من الثقافات القليلة اللي بدأت فكرة الرسم على الحوائط من آلاف السنين، احنا والهنود والصينيين وبتوع امريكا اللاتينية،
المصيبة عندنا دلوقتي ان احنا فكرنا ان الرسم على الحيطان ده حاجة بدأت في لوس انجلوس كاليفورنيا سنة 65، ودي فكرة غلط خالص. عشان كده معظم الشغل بشوفه جاي من مصر دلوقتي هو مجرد تقليد لبانكسي، تقليد معظمه وتقليد لحاجات شافوها في اوروبا. انا نفسي اشوف في مصر اعمال جدارية تعكس تاريخ مصر الثقافي والحضاري في الفن الجداري كحضارة اخترعت الفن الجداري من الاف السنين.